تشهد شبكة توزيع المياه الصالحة للشراب تدهوراً بعد الإفراط في الاستعمال والتأخير في الصيانة، وهذا تسبب في انقطاع الماء الصالح للشراب في عدة مناسبات وفي عدة مناطق، إلى جانب نوعية الماء التي يتلقاها المواطن أثناء استعماله للحنفية عندما يكتشف لون الماء الأصفر أو الأحمر، وأحياناً يتفاجأ برائحة الماء المتغيرة. هذه جزء من المعاناة التي تعيشها صفاقس ومناطق أخرى، والمواطن بات يواجه صعوبات جمة خاصة سكان القرى والأرياف رغم اشتراكهم في الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، فقوة التدفق في بعض المناطق ضعيفة جدا ولا تشغل جهاز تسخين الماء، وفي مناطق أخرى فإن الماء ينقطع تماما عن المنازل، والمعاناة أكبر بالنسبة لساكنين العمارات حيث الحنفيات تكون عطشة تماما إلى الماء، ولا سيما في فترة النهار ومعظم الليل، وسعيد الحظ منهم من ينجح في الحصول على كمية صغيرة من الماء يقوم بتخزينها في أواني بلاستيكية وقوارير لاستعمالها حين انحباس الماء. نسكن في علي في حومة شعبية، والماء بسيف ما يطلع، الدوش ديما متقطع، التطيب ديما متقطع، معناها تصور أنت بعد هذا الكل جينا معناها فاتورات ما عرفوش الأرقام، معناها نوريك أنا كل شيء حاضر عندي لهنا، عندي سيدي لهنا 127 دينار، اون بليس خويا شي يعملوا لي ينظروني بالتتبع، معناها انذار قبل التتبع، يعني ما نعرفش في بالي اذا ما نخلصش في اجل 5 ايام ولا قداه باش يتبعوني خاطر الماء، معناها عباد طايحه على اعتصام على روح على كذا، انا نقول لهم طايح على الماء، فهمتني؟ ان شاء الله زاد سبب التتبع هذا، يعني اذا كان هم بعثوا لك تنبيه هذا علاش؟ على خاطر انا معناها شهر، وتعرف شهر في بلادنا ماهوش واصل، يخلص ماء يخلص في ضوء يخلص في مصروف يخلص في كرا يخلص في معناها بعد هذا كل 127 دينار باش نجيبها في مشتر شهريه، انا واحد من الناس معناها متعاقده مع مستشفى نخلص في شهريه حكايه فارغه، معناها فهمتني؟ قداش تخلص؟ نخلص في 235 دينار. معاناه حقيقيه لاهالي صفاقس خاصه في فصل الصيف، ولهذا حمل المواطن المسؤولية كاملة في هذه المأساة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.